ضربات جزاء. أول اتنين فراج ومريم، مريم وفراج. السؤال الأول، فنون، فنانة تونسية قامت بدور مريم في مسلسل أبو جبل، فمن هي؟ فراج إجابتك؟ درة. درة طبعا ممثلة تونسية، ولكن إجابة خاطئة. عائشة بن أحمد. عائشة بن أحمد طبعا الهرف الأول، بطولة مصطفى شعبان ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح. عبد الله صالح، مارتن. مارتن ممكن تتقدم أو عبد الله يتعادل. السؤال الثاني، تاريخ، كان الحكم الثلاثي الأول تحالفا بين ثلاثة سياسيين بإحدى الجمهوريات القديمة، فما هي؟ تحالف سري اتأسس في 60 قبل الميلاد. الجمهورية الرومانية. الجمهورية الرومانية الهدف الأول. التحالف كان بين يوليوس قيصر وبامبيوس الكبير. بعد وفاة كراسوس وقعت حرب أهلية بين الاثنين، وتم تنصيب القيصر يوليوس قيصر دكتاتور لروما. هدف مقابل هدف عبد الله ومارينا، مارينا وعبد الله. السؤال الثالث، علوم، يقع متحف الجسد للتشريح بإحدى الدول الخليجية، فما هي؟ عبد الله مدحت. السعودية. السعودية إجابة خاطئة. متحف متنقل استقبل حوالي 48 مليون زائر. إجابتك يا مارينا. قطر. قطر إجابة خاطئة. طبعاً هي الإمارات. يوسف وتوماس، توماس ويوسف. السؤال الرابع، رياضة، من هو اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك في نهائي كأس العالم لكرة القدم للأندية حتى عام 2023؟ ده كان في 2016. يوسف. كريستيانو رونالدو. يا ولد يا ولد. يا توماس حاول تجاوب. سجلوا مع ريال مدريد ضد كاشيما الياباني وكسبوا 4-2. يوسف عادل طبعا الهدف الثاني، ومبروك التأهل الى دور الثمانية. مية خمسة واربعين دكتور طه حسين، 35 للفرانسيسكان. هارد لك لمدرسة الفرانسيسكان، للأسف الشديد ودعت البطولة، ولكن كان مهم ان انتوا تكتسبوا خبره.